60 مليار دولار حصيلة للاستثمارات والقروض التي انتهى بها مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري. رئيس الوزراء إبراهيم محلب أوضح في ختام الجلسة النهائية أن هذا الإجمالي يشمل إبرام عقود بقيمة 36 مليارا و200 مليون دولار إلى جانب مشروعات ممولة وقروض من صناديق ومؤسسات دولية. بهذه النتائج أكد محلب أن ما تتطلبه مصر الآن هو العمل والعرق لإنجاح التجربة المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دموع الفخر بنجاح المؤتمر الاقتصادي تظهر في عيني رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب في كلمة الختام لمؤتمر مصر المستقبل، ولما لا؟ فالعالم كله جاء للوقوف إلى جانب مصر بلد السلام كما قال رئيس الوزراء، فالآن مصر في عزة بعروبتها والتي تجلت في وقوف العرب إلى جانبها. وبنقول لهم أنتم أهلنا، جزء مننا، ومصر معاكم بإذن الله هتبقى أمتنا العربية فعلا في المكان اللي احنا نستحقه. بنشكر. أما نبص للعالم كله، العالم كله، الولايات المتحدة، روسيا، أوروبا، الصين، كل هذه البلاد جاية وتقول فعلا مهد الحضارة، شعب عظيم، احنا جايين نقف معاكم لأن احنا عارفين أهمية مصر بالنسبة للعالم، جايين نقف معاكم لأن انتم على الحق، انتوا على الحق، واحنا العالم كله بينصر الحق وبينصر السلام وبينصر الإنسانية، ومصر بلد السلام والإنسانية وهتتبنى بأمر الله. على غرار تجارب دول العالم ستكون هناك التجربة المصرية والتي سيتحدث عنها العالم، وهنا تحدث رئيس الوزراء عن نتائج المؤتمر. 60 مليار دولار ما بين عقود وقعت فعلا كاستثمار مباشر ومشروعات ممولة وقروض من مؤسسات وصناديق دولية. احنا بنتكلم على استثمار مباشر، عقود اتوقعت فعلا، فعلا عقود اتوقعت وستبدأ بإذن الله التنفيذ بكام؟ 36.2 مليار دولار. طيب مشروعات ممولة، مشروعات ممولة يعني واحد جاي يعمل لنا محطة كهرباء هو بيمولها وإحنا بنسدد على سنوات طويلة، اللي هي الاي بي سي، اللي هي Engineering Procurement Construction، 18.6 مليار دولار. صناديق ومؤسسات دولية كقروض مع وزارة التعاون الدولي الحمد لله 5.2 مليار دولار. 60 مليار دولار. 60 مليار دولار. طيب اخواتنا اللي بنشكرناهم بنشكرهم من قلبنا، وانتوا يمكن اعلن هذا التزام من 4 دول عربية، 12.5 مليار دولار. الكل ساهم في إنجاح هذا المؤتمر ولا سيما شباب مصر باعتباره الأمل، فهذا مؤتمر مستقبل مصر. ولتفعيل نتائج المؤتمر تم عقد اجتماع لمجلس الوزراء لضمان سرعة العمل وذلك بمدينة شرم الشيخ. احنا ما ضيعناش وقتنا، تم عقد اجتماع مجلس الوزراء النهاردة في شرم الشيخ الساعة 4 عشان بس ايه كل واحد يشيل ويتحمل مسؤوليته. تم تكليف السادة الوزراء الحمد لله بتكوين مجموعة عمل في وزارة الاستثمار للمتابعة، مش اليومية، كل ساعة، لأن مش هنخزل بلدنا أبدا. وريسنا طلب رئيس الوزراء الجميع بفتح صفحة جديدة عنوانها العمل والإنتاج، وكل يبذل مزيد من الجهد في موقعه. فإحنا عايزين بإذن الله صفحة بيضاء جديدة بنكتب فيها كلنا، كل واحد يقدر يسطر فيها بكلمة بحرف لأنه بيكتب تاريخ مصر كله. وقال لهم بلد السلام، أرض السلام. مصر تستيقظ الآن وتبعث رسالة سلام من أرض السلام شرم الشيخ، أن نهضتها الحقيقية بدأت، وهذه المرة لن تتوقف حتى تتبوأ مصر مكانتها الاقتصادية والتي تتلائم وإمكاناتها الطبيعية والبشرية. فتحيا مصر، ومصر فقط.
عبد الله بركات للتلفزيون المصري.